حازم راشد استشاري مشروعات حياه كريمه بدمنهور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. نورتنا في حياه جديده. نورك الله كمان. يعني كان حلم من احلام يعني كل قرى اهالي دمنهور الصرف الصحي، ولكن اصبح عندنا محطات معالجه مياه. كلمنا عن المشروع. احنا دلوقتي يا فندم قدام منظومه كامله متكامله ضمن خطه مصر 2030. عندنا دلوقتي في مركز دمنهور بيتعمل 61 محطة رفع و 61 خط طرد بأربع محطات معالجة. مية الصرف الصحي بدل ما كانت زمان بتترمي وتسبب لنا أمراض، دلوقتي بتخش المعالجة ويمكن احنا نستخدمها في الزراعة، ولو في حالة ان المحطة دي مثلا بتكون مرحلتين، لو هي ثلاث مراحل بنستخدمها كمان في مياه الشرب. غير كده بقينا بنوفر، يعني المحطة هنا موفرة نسبة تقريبا 400 عامل. عندنا أربع محطات في مركز دمنهور ضمن مشروعات حياة كريمة. لا طب خلينا بس الأول في شق استيعاب المحطة هنا قد إيه؟ المحطة هنا فندم ساعة 18000 متر مكعب في اليوم. بتخدم فوق 100000 مواطن بإجمالي 25000 أسرة. طيب باشمهندس، محطة المعالجة دي مخطط ليها الزيادة السكانية والكثافة السكانية فيما بعد؟ طبعا يا فندم بتخطط ليها الزيادة والكثافة السكانية فيما بعد إن شاء الله، وباستيعاب أكبر بإذن الله. طيب يعني جزء برضو من المشروعات القومية تحت مؤسسة حياة كريمة، ودي من خطط الدولة، وهي فرص العمل. تمام، كلمني هنا عن فرص العمل. احنا هنا فندم المحطة هنا بتوفر عدد فرص عمل. احنا هنا فندم المحطة هنا موفرة فرص عمل لفوق 400 عامل تقريبا، معظمهم من اهل دمنهور. تمام. طبعا غير طبعا المهندسين، عشرات المهندسين هنا في المحطة. عندنا طبعا هنا بقى في مركز دمنهور أربع محطات معالجة، في اتنين بيتعمل لهم توسعة وواحدة رفع كفاءة، ودي إنشاء جديد. فطبعا كل محطة بتاخد نفس القدر من العمال تقريبا والمهندسين. والأولوية لأهالي والأولوية طبعا لأهالي دمنهور، يعني لأن هو طبعا بيكون يعني لو بحس ان هم لو احتاجوهم في اي وقت بيلاقوهم، لان بيتهم بيبقى مثلا قريب من المحطه وكده، انما في طبعا اعداد بس قليله من المحافظات الثانيه. طيب باشمهندس، يعني كل ما بنتكلم مع اهالي القرى هنا يقولوا لنا اكبر مشكله كانت بتقابلهم مشكله الصرف الصحي. تعاون الاهالي هنا عامل معاكم ازاي؟ عاملين معاكم ايه؟ وهل هم حاسين بالفعل باللي بيحصل؟ طبعا طبعا يا فندم حاسين بالفعل اللي بيحصل، وفي مواطنين كتير بيتبرعوا باراضي عشان لانشاء محطات رفع ومحطات معالجة، وفي تعاون كبير من الأهالي. يعني هم فعلا يعني حاسين باللي احنا بالتقدم اللي احنا وصلنا له حاليا، يعني وان شاء الله هنوصل بإذن الله. باشمهندس، إحساسك إيه وأنت شاب صغير وبتشارك في مشروع قومي زي ده؟ أنا كمهندس لسه طبعا خريج حديث، يعني وان انا كون ان انا اشتغلت في مشاريع زي دي في السن ده هتفرق في هتفرق معايا طبعا قدام، وهتفرق معايا طبعا في السي في بتاعي طبعا لو حبيت اروح لاماكن تانية او اماكن اكبر، يعني فتفرق معايا طبعا ان انا اشتغلت في وساهمت في مشاريع حياه كريمه، طبعا يعني هتقلني جدا يعني.